مشاهدي قناة شبكة راه شفت فيها صباح كل سعيد مباشرة سوق بيع الجملة هنا في ديت محمدية. كما كتعرفوا مشاهدي الكرام أن فاز الصيف تيكون إقبال كبير على استهلاك الخضر، بالخصوص الخضر تيكون فيها الماء. فكما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام الثمن ديال الخضر طلع بزاف هذا اليوم، هذا يعني الثمن طالع، يعني الثمن الحامض وصل ل 20 درهم للكيلو، ثمن اللوبيا واصلة ل 20 درهم للكيلو. كما كتشوفوا معنا مشاهدي ومتابعينا، فكما كنعرفوا أن الحامض كيشم الاستهلاك ديالو بزاف هذا العام، هذا في الفترة هذه ديال الصيف. كاين اللي كيديروا عصير، كاين اللي كيديروا مع الحوت، كاين اللي كيديروا في الطاجين. فكما كتشوفوا يعني الثمن ديال الحامض اللي طلع بزاف، الثمن ديالو مشاهدي الكرام وصل يعني وصل ل 20 درهم للكيلو. كما كتشوفوا معنا هذه هي الجوده ديال الحامض اللي وصل الثمن ديالو ل 20 درهم للكيلو، يعني الثمن طلع بزاف. بالنسبه لباقي الخضر كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام ان اللوبيا حتى هي وصلت الثمن ديالها ل 20 درهم للكيلو. يعني بالنسبه للدجاج الناس اللي كيعشق الدجاج والفلفله، فكما كنعرفوا ان عليهم اقبال كبير يعني خصوصا في هذه الايام هذه ديال فصل الصيف. يعني الدجاج اللي وصل الثمن ديالو 80 درهم للكيلو، والفلفله حتى هي 80 درهم للكيلو. يعني هاد الخضر هادو اللي تيكون عليهم اقبال كبير، يعني هاد الخضر اللي الناس بزاف كيشريوهم، هاد الخضر هادو اللي تيكون يعني محبوبين من طرف الجميع، مع اعتبار ان فصل الصيف بزاف ديال الناس كيبغيو يبعدوا من الطياب بزاف وكيدوزوا القليان. فها هو يعني الدجاج واصل الثمن ديالو 160 80 درهم. بالنسبه للخيزو يعني الثمن ديالو بدا كيطيح، يعني وصل حتى هو 7 درهم، يعني الثمن مناسب. يعني ولكن كما تشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني الخضر اللي طلع في السوق بزاف هي الحامض واللوبيا. فالحامض واللوبيا وصل ثمنها ل 20 درهم للكيلو. فيعني كاين الناس اللي ماشيين في الاستطاعه ديالهم انهم يشريوا الحامض، كاين اللي ماشيين في الاستطاعه ديالهم انهم يشريوا اللوبيا. كما كنعرفوا ان 20 درهم راه ثمن مرتفع بزاف. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني لهذه الجودة الخيرات ديال البلاد. كما كنعرفوا أن الحمد لله عندنا الخيرات في بلادنا، عندنا الحامض، عندنا اللوبيا، عندنا الخيار، عندنا الدجاج، عندنا مطيشة، عندنا القرع، عندنا بطاطا، عندنا كل شيء شاف الفلاح حلوة. ولكن يعني الثمن اللي هو مرتفع بزاف. كما كنعرفوا أن اليوم الخميس يعني الناس كيجيو بزاف، كان إقبال كبير في هذا السوق هذا، كيجيو كيتقداو على حسب أن غدا الجمعة. كاين الناس اللي كيبغيو يديروا كسكسو بسبع خضاري، يعني كاين اللي كيبغيو يعني كيكون إقبال كبير على القرعة، كيكون إقبال كبير على مطيشة، إقبال كبير على بطاطا، إقبال كبير على خيزو، باعتبار أن خيزو يعني من الخضر الرئيسية اللي كتكون في الكسكس المغربي. يعني الثمن ديالو حتى هو بدا كينخفض، كما قلنا الثمن ديالو وصل 160 ريال، يعني 8 درهم، يعني ثمن يعني نقدروا نقولوا ماشي في المتناول ولكن بدا كينخفض في ظرف اسبوع. يعني الثمن ديال 10 درهم للكيلو. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هذه هي الجوده ديال الخضر اللي كاين هنايا. وبقوا معنا اننا نقربوكم تشوفوا باقي الخضر اللي كاين هنا. يعني بالنسبه للناس اللي عشاق السوريز، هذه هي السوريز، يعني الثمن ديالها واصل يعني 10 درهم للكيلو. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني هذا هو طوماط سوريز. الناس اللي كيعشقوا طوماط سوريز، الناس اللي كيديروا كما كنقولوا الشلاضه، الناس اللي كيحبوا انها ياكلوها يعني غير بحال هكا، باعتبار ان طوماط سوريز ما كتعتبرش غير فاكهه، كتعتبر من الخضر والفواكه. لكم مشاهدينا ومتابعينا، يعني واصل 80 درهم. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هذه هي الجوده ديال طوماط سوريز. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني الثمن يعني بدا يعني بدا كيرتفع، ثمن الخضر بدات كترتفع بزاف. كما كتشوفوا معنا، يعني شوفوا معنا الجوده، هذا هو الحامض. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني الجوده ديال الحامض، يعني الثمن ديالو طلع بزاف، الثمن ديالو وصل ل 20 درهم. الباربا سعيد، الباربا الباربا. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام ان الباربا يعني الثمن ديالها ارتفع بزاف. يعني الباربا اللي كناخذوها يعني غير بدرهم بجوج دراهم، فدابا ولات الجبله الثمن ديالها 5 دراهم. يعني جبله الباربا 5 دراهم واصله،
يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني هاد يعني في هذا الفصل ديال الصيف تيكون اقبال كبير على مثل هذه الخضر هذه، لا من الباربه لا من الخيزو لا من يعني لا من الدجاج لا من الفلفله لا من الخيار، تيكون عندهم اقبال باعتبار انه رئيسيه، باعتبار انهم فواكه، يعني كما كنقولوا ديال فواكه عفوا، باعتبار انهم خضر صيفيه. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام هذه هي الجوده اللي عندنا، هذه هي الجوده كما كتشوفوا معنا، طاطا حلوه حتى هي كاينه، شوفوا معنا الجوده ديالها مشاهدينا المتشبعين، يعني كنلقاو لكم هنا مباشره من سوق بيع الخضر عندنا مشاهدينا الكرام. كما كتشوفوا معنا يعني كما قلنا الناس كيف وجدوا خصو، فها هو اللفت اللي وصل الثمن ديالو 800 دراهم حتى هو الكيلو، يعني الثمن طالع بزاف. بالنسبه للقرعه الحمراء، الناس العشاق القرعه الحمراء هي الجوده ديالها، يعني الثمن ديالها يعني وصل ل 10 دراهم حتى هي الكيلو، يعني الثمن داك كيطلع بزاف. يعني كنتمناو من يعني ان الفلاحه يشوفوا من حال الدرويش، كنتمناو الفلاحه انهم يعني يطيحوا شويه الثمن على هاد الناس هادو. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام ان كاين الناس اللي كيبغيو يشريو الخضار، كاين الناس اللي كيحبوا انهم ياكلوا الخضار، ولكن ماشي الاستطاعه ديالو انه يشري كيلو ديال اللوبيا ب 20 درهم، راه كاين اللي ماشي الاستطاعه ديالو انه يشري يعني كيلو ديال فلفله ب 10 درهم، كاين اللي ماشي الاستطاعه ديالو انه يشري كيلو ديال المطيشه. كما كتشوفوا معنا يعني الثمن ديال المطيشه اللي واصل يعني 180 الكيلو، فالثمن يعني بدا كيرتفع، فكنتمناو ان السوق يطيح، يعني كنتمناو ان السوق ينخفض على الاقل باش ان الدرويش كما كنقولوا يقدر يجي ويتقضى على راحته. كنتمنوا ان السوق يطيح على الاقل باش الناس اللي في حالهم حتى هما يجيو، حيت كما كنعرفوا ان ثمن ديال الفلفله كنوصل ثمنها غير 3 دراهم، يعني كانوا الناس بزاف كيجيو كيشريو فلفله يعني اللي عنده اللي ما عندوش، فدابا واصله 160، يعني الفلفله الثمن ديالها وصل 160. شوفوا معنا الجوده ديال الفلفله، يعني الثمن ديالها وصل 160 ريال، يعني كنتمناو من ان السوق ينخفض شويه، كنتمنى انهم يشوفوا حالهم، حيت كما كنشوفوا كاين اللي ماشي الاستطاعه ديالو انه يشري كيلو مطيشه يعني بهذا الثمن هذا ديال 160، كاين اللي ماشي الاستطاعه ديالو انه يشري كيلو ديال البطاطا يعني ب 180، كاين اللي ماشي الاستطاعه ديالو انه يشري الدجال 160، يعني الدجال اللي كنا كنشوفوا غير 3 دراهم 2 دراهم، فهو دابا واصل 8 دراهم الكيلو، يعني كنتمناو انه يطيح شويه السوق ويشوفوا من حال الدرويش. الى ولا مشاهدي قناه الشباب، غنشوف دابا في هذا القدر على انه نلقاكم بث مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.